وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان لحلقة جديدة من برنامجكم أنت ونبيلة، نتناقش معكم ككل أسبوع في نفس الموعد أحداث العالم العربي ونتحدث عما يهمكم من خلال اتصالاتكم ومشاركتكم معنا على صفحة أنت ونبيلة على فيسبوك. يمكنكم ملء بياناتكم وسجلوا بياناتكم ونتواصل معكم أيضا. لا تنسوا متابعتنا على تويتر وعلى إنستغرام كذلك. ومثل العادة نشارككم أكثر الفيديوهات انتشاراً على صفحات الإنترنت في تريندينج. اختراعات جديدة تأتينا في الفيديو الأول اليوم، وجهاز جديد يدعى شيب سكيل، وهو أول مقياس شخصي للجسم يستطيع خلق صورة ثلاثية الأبعاد من الشخص في أقل من دقيقة، ويحسب لك كمية الدهون بالجسم، كما يقوم بمتابعة درجة لياقتك البدنية. ومعنا أيضا هذا الاختراع العبقري والذي يدعى إير، وهو عبارة عن روبوت ولكنه يختلف عن أي روبوت آخر، فهو يتحرك بسلاسة شديدة في أنحاء المنزل ويقوم تقريبا بكل شيء من تصوير وتأمين والتحكم عن بعد وغيرها من المهام المنزلية المختلفة. التكنولوجيا تتطور بشكل سريع جدا. أما هذا الفيديو فهو لمنظمة اليونيسف التي تعرض فيه موهبة ظهرت في خضم المعاناة التي يعيشها اللاجئون بمخيم الزعتري. نرى في هذا الفيديو علي إبراهيم، الشاب السوري الذي يبلغ من العمر 19 عاماً ويعيش في مخيم الزعتري، ويقوم بتصميم ملابسه الخاصة ويحلم بأن يصبح مصمم أزياء في يوم ما. الأحلام تولد من قلب المعاناة. وفي هذا الفيديو نرى شاب مغربي يصور نفسه وهو يقوم بعمل متهور، حيث يقوم بالقفز من فوق مباني شاهقة الارتفاع، ولحسن الحظ لم يحدث له شيء. يجب أن أحذر المشاهدين من هذه التجربة، فإنها على قدر هائل من الخطورة. وفي الفيديو الأخير نرى لقطات لمتحف اللوفر بإمارة أبوظبي، حيث تم تصميمه ليحتضن مختلف التعبيرات الفنية من كافة الحضارات والثقافات التي نشأت منذ فجر التاريخ. ويعد المتحف وليد اتفاقية تعاون بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا. أما الآن فإلى معلومة جديدة في هل تعلم؟ هل تعلم أن الموصل بالعراق كانت تضم طوائف مختلفة من السكان، وكان يقطن بها نحو 100,000 مسيحي قبل 10 سنوات، ولكن موجة الهجمات على المسيحيين أدت إلى تراجع أعدادهم، وتشير التقديرات إلى أن عدد المسيحيين بالمدينة قبل أن يسيطر عليها تنظيم داعش كان نحو 5,000، غير أن الأغلبية العظمى فرت منذ ذلك الحين، ولم يتبقى سوى ربما 200 مسيحي فقط بالمدينة بحسب شهادات السكان من المدينة دائما. ازدادت هجرة المسيحيين العرب من المنطقة العربية بسبب الاضطهاد الديني ومعاداة الأقليات وأحداث العنف التي تصاعدت في السنوات الأخيرة، واستهدفت المسيحيين بشكل خاص في الشرق الأوسط، خاصة في سوريا والعراق ومصر. أغلب المسيحيين الذين تركوا المنطقة هاجروا إلى أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأستراليا. اليوم وقد بدأت الأحداث في الهدوء نسبياً، نتساءل عن مصير الأعداد الضخمة من الأسر المسيحية التي تركت المنطقة بسبب الأحداث الطائفية. هل يعودون من جديد؟ هل يعود الشرق الأوسط ليحتوي على أديان أخرى بجانب الدين الإسلامي؟ أم أن هذه الأسر قد استقرت حيث ذهبت ولا مجال للرجوع والبدء من جديد؟ دعونا مشاهدينا نذهب لمشاهدة بعض اللقطات ثم نعود إليكم من جديد. Thank you.
مشاهدينا عبر القمر الصناعي السيد إسحاق إبراهيم، باحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. أهلا وسهلا بك معنا في أنت ونبيلة. في البداية سيد إسحاق، دعنا نتحدث عن النسبة الضخمة من المسيحيين الذين تركوا بلادهم سواء عن طريق الهجرة أو التهجير، هل ازدادت هذه النسبة؟ مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. بالتأكيد النسب زادت وزادت، وفي كل مراكز معظم مراكز الأبحاث اللي شغالة على مسيحي الشرق الأوسط وبشكل عام على الأوضاع في المنطقة بتقول إن في مخاطر وخطر حقيقي على الوجود المسيحي في المنطقة. خلينا نقول إن احنا لو بصينا على النسب دلوقتي هنلاقي إن أكتر من نصف 50% من المسيحي العراق وسوريا حاليا برا العراق وسوريا، يا في مناطق في دول محيطة زي لبنان أو الأردن أو تركيا أو حتى في دول غربية في دول المهجر في الغرب. وبالتالي نصف المسيحيين في العراق وسوريا برا العراق وسوريا. خلينا نبص لو بصينا كمان للبنان ومصر، يمكن الهجرة بدأت فيهم من بدر شوية. في مصر احنا بنتكلم بعد 1952 وقرارات التأميم وما تلاها من تصاعد المد الإسلامي والجماعات الإسلامية، حصل هجرة لعدد أو لنسبة من الأباط. في لبنان الوضع كذلك في السبعينات، ومع الحرب الأهلية في السبعينات والثمانينات حصل هجرة ونزلت نسبة السكان من 60% إلى 38 أو 40% في الوقت الحالي. فإحنا بنتكلم على وضع عام. صحيح الهجرة بدأت من قبل كده لظروف متعددة، يعني كل دولة بحالتها، ولكن في تصاعد في السنوات الأخيرة بعد 2003 أولا في العراق مع دخول الغزو الأمريكي للعراق وتصاعد أو تغيير النظام الحاكم فيها، ثم مع تصاعد أو مع وجود داعش وإعلانها وسيطرتها على مساحات كبيرة من الأرض، خاصة الأرض اللي فيها مسيحيين في العراق وسوريا. خلينا أقول إن احنا لو بصينا كده كانت نسبة الوجود المسيحي في الوطن العربي بشكل عام من 100 سنة في بداية القرن العشرين كانت ناس بتتكلم على 20% أو أقل من ده بشوية، احنا بنتكلم دلوقتي على حوالي 4 أو 5% خلال 100 سنة بس. فإحنا قدام معضلة كبيرة وخطر حقيقي. طيب يعني يهدد الوجود المسيحي في المنطقة. بالفعل هذه النسب اللي حضرتك ذكرتها هي نسب مخيفة، ولكن السؤال هل بتعتقد أن هناك أمل ربما في رجوع هؤلاء الأسر المسيحية بعد انتهاء الأحداث اللي خلتهم يهاجروا، سواء اضطرابات سياسية سواء اضطرابات ربما في مشاكل مثل التنظيمات الإرهابية يعني ربما الإسلامية، يعني هل هناك أمل في رجوعهم؟ بالتأكيد الأمل لازم يبقى موجود، أمل يعني ده حاجة ضرورية ومهمة، ولكن خطوة رجوع الناس اللي تهجروا خاصة في الفترة الأخيرة أعتقد أن هي عملية معقدة وصعبة وتحتاج إلى سنوات وإلى إجراءات حقيقية على أرض الواقع. اللي حصل من داعش، من تنظيم داعش في الأربع سنين اللي فاتت وتخيير الناس ما بين القتل وما بين دفع الجزية وإجبارهم على التهجير أو الهجرة القسرية، يعني ده خلى في خوف، والخوف من المستقبل ده ما تقدريش بقرار عاجل انك انت تغيريه. مرتبط بده بالخوف ده ان داعش كمان مش تنظيم بس، يعني في كتير من القصص اللي اتقالت في العراق وفي سوريا وحتى بتحصل في اوقات في مصر يعني على نطاق ضيق، هي فكره ان الجيران المسلمين المسيحيين هم اللي بيشوهوا للتنظيم او للمسلحين على جيرانهم المسيحيين اللي هم عايشين معاهم من سنين طويله جدا، ويقولوا لهم دول مسيحيين اتفضلوا ويخشوا ويشيروا ليهم ويحصل الاعتداءات. المنطق ده صحيح نجحت السلطات في العراق وسوريا ان هي تحرر المناطق اللي كانوا تحت سيطره داعش، لكن تحرير الفكر اللي موجود واللي خلق البيئه الحاضنه ده اعتقد ان هي عمليه طويله جدا ومحتاجه اجراءات فعلا يعني حقيقيه. الفجوه ما بين دائما المشكل يكون في الفكر اولا ثم التطبيق في النقطه التي تليها. ما الذي برايك يمكن ان يقنع ربما هؤلاء هذه الاعداد الضخمه، هؤلاء المسيحيين الذين هجروا او هاجروا بطريقه او باخرى سواء عن بعد طلب منهم انهم يدفعوا جزيه، ما الذي يمكن ان يقنعهم لرجوعهم وعودتهم الى بلادهم؟
تمام. اللي يقنعهم حاجات اجراءات على الارض، فكره الفجوه ما بين يعني؟ التصريحات وما بين من طرف الحكومه او الانظمه الحاكمه في الدول المنطقه، يعني المنطقه خاصه الدول اللي فيها ازمات، يعني بتكلم على سوريا، بتكلم على العراق، في اجراءات على مصر وعلى الاردن كمان ولبنان، فاحنا بنتكلم على وفي الارض المحتله في اجراءات حقيقيه مفروض يتم تطبيقها. انا لما بتكلم على مثلا بتكلم على العراق، احنا التنظيم لما دخل العراق صحيح اتى الناس واجبر ناس على ان هي تهجر، ومن على فكره من قبل كده، يعني احنا خلينا نرجع شويه ان 80% تقريبا من سكان المسيحي وسط وجنوب العراق تم تهجيرهم الى كردستان العراق من فترات سابقه، فاحنا ما نقدرش نتغافل عن ده. محتاجين اجراءات على الارض تعيد الثقه في الامن، وتقول للناس اللي هي شافت الدوله والامن اجهزه الامن بتنهار ومش قادره تحميها ان في سلوك مختلف وتعامل مختلف مع الاحداث، فاحنا بنديهم طمانينه للمستقبل. الحاجه الثانيه مرتبطه بالاعمار واعاده الاعمار للمناطق اللي تم تدميرها بشكل كامل او بتخريبها بشكل جزئي، وبالمناسبه دي مناطق كبيره. احنا خلينا نرجع ونقول ان ما فيش بيت مثلا في مناطق سهل النوى او غيره في العراق وفي سوريا ما تمش يا تدمير جزئي يا تدمير كلي يا حرق. بتكلم على المدارس، بتكلم على مستشفيات، بنتكلم على طرق، بنتكلم على خدمات كهرباء وخدمات مية. يعني ما ينفعش نقول للناس احنا خلاص مشينا داعش او طردنا داعش واتفضلوا تعالوا. لازم يبقى في خطة محددة وواضحة بتتضمن يعني اطار زمني بيقول للناس دقيقة، يعني لازم خطة دقيقة ولازم ربما إعادة إعمار. تمام. وربما هذا أستاذ إسحاق اللي هيكون موضوعنا في الحلقة المقبلة، سنتكلم بالتفصيل عن هذه النقطة. مثل العادة عندنا في أنت ونبيلة اتصالات ومكالمات هاتفية. سيد إسحاق اسمح لي أن أخذ اتصال هاتفي من لبنان. معنا جوزيف، أهلا وسهلا بك جوزيف. هل لديك فكرة عن أكبر المخاوف التي تسبب هجرة المسيحيين الجماعية؟ ست نبيلة أهلا فيك وأهلا بالمشاهدين. عندي في عنا أول شيء المسيحيين، عم نحكي عن المسيحيين بشكل خاص، وممكن أنه تنجر على غير المسيحيين كمان، غير الأقليات، عم نحكي عن الأقليات. في بحكي عن الأقليات. يعني هو فقط جوزيف نقطة يعني ربما لازم تتقال، أنه حتى نقول أقلية هو كذلك تعبير معين، يعني مش بالضرورة يكون أقلية، يمكن يكون ديانة مختلفة، فبالتالي مش بالضرورة تكون أقلية ومش لازم نعتبر المسيحيين أقلية. وأقلية هلأ الأسباب الهجرة متنوعة عند الجميع. في هجرة اقتصادية، ممكن المسلم يهاجر لا اقتصاديا، ولكن المسيح يعني من وقت ما يخلق بالدول الإسلامية، عفوا على التعبير، بالدول الإسلامية بيحمل الباسبور وبيوقف قدام السفارة حتى ياخذ فيزا ويهاجر. حلمه انه يهاجر لانه القوانين الوضعية بالبلاد عم تخنقه. يعني ما في يتحرك، ما في يشتغل وظيفة منيحة، ما في يتحرك بحرية، ما في يعطي آراءه بحرية. في بعض البلدان بتحبسه إذا راح على الكنيسة صلى، إذا صلى ببيته بتحبسه. هيدي قبل داعش وقبل قبل ما قبل وجود داعش وقبل وجود هالحركات. طيب شكرا جوزيف على اتصالك وعلى مشاركتك. واتصال هاتفي آخر معنا أشرف من مصر. أشرف، هل برأيك تعتبر الهجرة ربما هي السبيل الآمن للمسيحيين في بعض الحالات؟ في ناس كتير بتفكر في كده طبعا، ان هم هيهاجروا هيحسوا بالأمن والأمان في بلد غير بلدهم، عندهم اعتقاد بكده. ده طبعا بسبب حاجات كتير جدا بيتبني عليها الاعتقاد ده. يعني انت شايفه يعني اعتقاد او يعني شايفه حقيقة؟ لا، هي حقيقة موجودة فعلا، والناس بتهاجر من مصر، يعني مش من مصر بس، من مصر وغير مصر، يعني دول الشرق الأوسط بالكامل حاليا، والوضع اللي احنا فيه والتوترات على الساحه السياسيه وكلام من ده، احنا نفسنا في قلق. بس حاليا دلوقتي انا يعني انا بالنسبه لي انا ضد الهجره، يعني ضد الهجره والتهجير وكلام من ده، لان انا المفروض ان انا قاعد في بلدي وعايش في مجتمع كله بالكامل في توائم ووفاق. انما في ناس حاسه ان هي
مش متوائمه مع المكان، حاسه بالخوف، حاسه بالرعب، مفيش امان، الحاله الاقتصاديه متدهوره برضو. فمن ناحيه دي هم بيهاجروا او هم مش عمليه برضو ان هي ان هو مثلا بيهاجر لهدف ان هو السعي وراء الرزق قد ما هو عايز يحس بالامان اكتر. هي دي النقطه الكبيره قوي اللي بيهاجر عشان الله. شكرا يا اشرف على رايك وعلى مشاركتك. لازال الحديث بقيه مشاهدينا، نعود اليكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. هل يعود المسيحيون الذين هجرتهم داعش إلى أوطانهم؟ كيف أثرت وسائل التواصل الاجتماعي على شخصيات الأجيال الجديدة؟ كيف تصل لحالة التركيز الكامل للذهن؟ كل هذا بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. هل ما زال هناك مستقبل للمسيحيين في الشرق الأوسط أم أنهم وصلوا إلى طريق مسدود؟ في مدن مثل الموصل بالعراق تمكنت القوات المنخرطة في معركة استعادة المدينة من التنظيم من طرد الجهاديين من عدد من القرى المسيحية، إلا أن عودة هؤلاء إلى مناطقهم لا تبدو وشيكة بسبب حجم الدمار والخوف من المستقبل. ولكن يبقى مستقبل المسيحيين في المنطقة غامضا، فقد فقدوا الإحساس بالأمان وربما فقد الكثير منهم الأمل في العودة إلى ديارهم. أيضا يتوقف الأمر على ما سيفعله السكان الآخرون في المنطقة، فربما تنتظر الكثير من الأسر المسيحية قرار جماعي أو حركة منظمة للعودة إلى بلادهم. ما زال معي عبر القمر الصناعي ضيفي السيد إسحاق إبراهيم، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. أحييك من جديد أستاذ إسحاق. هل يمكن برأيك أن يكون هناك اتفاق دولي ينص على حماية المسيحيين في الشرق الأوسط بعد تعرضهم ربما للاضطهاد كأقلية في المنطقة إذا ما عادوا للبلاد؟ طيب بس اسمحي لي، بس انا عاوز اعلق على حاجه اتقالت او حاجتين في المداخلات. يعني الحاجه الاولى ليها علاقه بمفهوم الاقليه. المفهوم الاقليه في التعريفات الدوليه هو اي جماعه اقليه من حيث العدد بيمارس ضدها تمييز او تهميش ثقافي وسياسي. ولكن ممكن ينطبق على الاغلبيه لو الاغلبيه نفسها هي بتعاني من التهميش، وزي ما حصل في سوريا في فترات كبيره وبيحصل ضد السنه يعني. بالنسبه لمفهوم الهجره والتهجير، الحاجه الثانيه الهجره ده قرار شخصي لكل، وده حق كل شخص ان هو يهاجر في اي وقت طالما شايف ان فرصته في ان هو يحسن وضعه الاقتصادي او ان هو يشعر بالامل والمستقبل وان يبقى يحسن من ظروفه في المستقبل، ده حق. لكن نتكلم على التهجير لان التهجير كمان جريمه بحسب المواثيق الدوليه لحقوق الانسان، جريمه لا تسقط بالتقادم لانها خطيره جدا، هي ممارسه ممنهجه بتحدثها دول او مجموعات ضد مجموعات اضعف واقل من حيث القوه بهدف اخلاء مساحه من الارض والسيطره عليها. وده اللي حصل لما بنتكلم على اللي حصل في سوريا والعراق من طرد المسيحيين وقتلهم وتخييرهم ما بين الدفع الجزيه او الرحيل. ده ممارسه ممنهجه وجريمه لا تسقط بالتقادم. ومن هنا يجي المنتظر من المجتمع الدولي. يعني كتير تم المطالبه بان مجلس الامن يتم فتح تحقيق او احاله ملف التحقيق في جرائم داعش في سوريا والعراق الى المحكمه الجنائيه الدوليه للتحقيق في جرائم اللي ارتكبت ضد الانسانيه. ده مطلب مهم ويفترض ان هو يثار. الحاجة التانية ليها علاقة بالمساعدات الإنسانية العاجلة، وهنا بتكلم على المساعدات لمن تبقى على الأرض وعاوز يعيش ويرجع لبيوته أو قراه، ودور الحكومة دور المجتمع الدولي في تعزيز المساعدة أو في مساعدة الحكومات ومساعدة المناطق دهية على أن هي يبقى فيها إعادة إعمار وتهيئة المكان لأن يبقى فيه عيشة كريمة للمواطنين. الحاجة السؤال اللي حضرتك طرحتيه بخصوص أن اللي يبقى فيه أقرب للحماية أو التزامات دولية بالميثاق دولي، طبعا ده بيتوقف على حالة كل دولة مختلفة عن الثانية. يعني أنا
هنا في العراق وسوريا الوضع ممكن يحتمل مثل هذا المطلب، خاصة أن المسيحيين في العراق ممثليهم طلبوا من قبل أن سهل نينوى يبقى محافظة لوحده عشان يبقى في التعامل الإداري مع الدولة ككل لظروف خاصة في الأمن. فالمهم في النهاية يبقى الدور القيادات الطبيعية لمسيحي الشرق الأوسط، سواء لو بتكلم عن العراق أو سوريا أو على أي مكان، هم اللي بيحددوا إيه أولوية. يعني أو ربما مصر ولبنان يعني هي دول الحمد لله لا تعاني من الأزمات اللي بتعانيها سوريا والعراق. بالتأكيد طبعا، بس تعاني من أزمات مختلفة لها علاقة بالتمييز، لها علاقة بالعنف الطائفي اللي بيحصل من وقت للتاني، لها علاقة بتدخلات الدولة اللي أحيانا بتبقى مش على مستوى العنف اللي حاصل. لكن في مصر مثلا الضغط على الدولة من أجل تغيير سياستها، الضغط على من الدولة من أجل أن هي تغير قوانينها اللي فيها تمييز، أن هي تعدل من ممارستها، ده أعتقد أن هو مطلب مهم وليه أولوية. في النهاية في مصر لا، الناس لا تحتمل ولا تريد فكرة الربط المسيحيين بالخارج أو خلافه، دي هاجس طول الوقت بيحصل. المفهوم طبعا أن التضامن الدولي على مستوى الرأي العالم العالمي، على مستوى المنظمات الدولية، مطلوب لكل الناس في كل في أي مكان في العالم يعني، ومهم يعني أي أقلية أو أي شعب في أي حتة في العالم يتعرض لانتهاكات ويتعرض لعنف، إن هو يبقى فيه تضامن معاه وإن يبقى فيه مساعدة ليه ومحاولة مساندته في أزمته عشان يتخطى ده. لكن التدخل أو الحماية بتختلف من منطقة للتانية. فأعتقد إن في النهاية القيادات المحلية أو الوطنية لكل دولة هي اللي بتقدر تحدد أجندتها وأولويتها في مطالبها واحتياجاتها. طيب يعني ربما كان سؤالي عن قانون دولي يعني، وليس ربما أنه هؤلاء الأشخاص يعني يقتدوا أو يروحوا يلاقوا ربما حلول لمشاكلهم في الخارج، ولكن قانون ومنطق دولي يجري كذلك ربما على هذه الدول العربية وليس استقواء بالخارج. القانون الدولي او موجود في بنود كتير بتتكلم على حق حمايه النفس من الاذى ومن القتل وحمايه الممتلكات والزام الدول بضمان الحمايه ده هي ومحاسبه المقصرين في ده. هو يبقى التنفيذ يعني، احنا فيما حصل في بالذات في العراق يعني السؤال، هل قامت الدولة العراقية بمحاسبة المسؤولين اللي تركوا أماكنهم لداعش وتخلوا عن دورهم وتركوا الناس بدون مسالمين قدام آلية القمع وآلية البطش والقتل اللي بيقوم بها التنظيم ولا لا؟ هل تمت محاسبة ده ولا لا؟ هل تمت مراجعة السياسات ولا لا؟ وتغيير لو هي القوانين مش كافية والمحلية ما قدرتش تحمي الناس، هل تم تغيير هذه القوانين ولا لا؟ احنا في مصر احنا بنشدد طول الوقت على ضروره قيام اجهزه الدوله بدورها، قيام اجهزه الدوله بدورها وفقا للقانون وبالمساواه. طيب يعني انا عاوز اكد الوضع الحالي اللي احنا فيه ده والازمه اللي هي موجوده دي وتزايد الهجره، هجره المسيحيين للشرق الاوسط، هي بتحمل مخاوف للمسيحيين الموجودين في الشرق الاوسط وللمسلمين بالمناسبه يعني، مش المسيحيين بس، احنا بنتكلم على خيره الشباب وخيره الكفاءات والراس المال الاجتماعي اللي بيقدر يسافر، هو الفئات المتعلمه تعليم راقي او اللي معاها فلوس. احنا بنقول الوضع الحالي اثبت، بيقول جرس انذار، بيقول الدول العربيه او الانظمه العربيه الحاليه هي فشلت في اقامه دول او انظمه حكم مدنيه حديثه ديمقراطيه تحترم حقوق المواطنين. ان هذه الازمه اثبتت ان نموذج التعايش الذي استمر لفترات، كان فيها فترات سنين طويله كويس وسنين طويله اقل وفي مشاكل، لكنه الان على المحك. ان نموذج التعدديه والتنوع الديني اصبح في مهب الريح. واضح. طيب عندنا اتصال هاتفي معنا من مصر، معنا مايكل، اهلا وسهلا بك مايكل، انت ونبيله. بصراحه هل تعتقد ان تهجير المسيحيين ربما يهدد ان يتحول الشرق الاوسط الى منطقه اسلاميه؟ مساء الخير نبيله، مبسوط ان انا معاكي. ما اعتقدش اصلا يقدر يحول منطقه الشرق الاوسط لمنطقه اسلاميه.
طبعا في اسباب كتيره زي ما حضرتك اتكلمتي واستاذ حضرتك اتكلم للهجره والتهجير. يعني ما اقدرش احول المنطقه دي اصلا بلد ان كان ما فيش اقليات. لو في مصر هنتكلم مثلا المسيحيين مش اقليه في مصر، هي مش هنتكلم على التاريخ ومصر كان اصلها ايه، بس انا اقدر اقول لك ان احنا حتى لو في ظروف بتضطر ان احنا نطلع بره مصر، احنا كشعب مسيحي دايما عندنا سماحه مسامحه، عندنا حنين لبلدنا لاهلنا. فما اعتقدش ان في وقت او من الاوقات لازم هنرجع حتى لو احنا بره مصر نرجع يعني تاني لبلدنا. يعني بتشوف ان هناك سبل للعوده، عوده الاسر المسيحيه اللي هاجرت ربما في السنوات الماضيه الى بلادهم، وهنا لا اتكلم فقط عن مصر. اكيد اكيد. بصي في بعض البلاد طبعا الوضع صعب حاليا في العراق سوريا، ده تاخد وقت طبعا. في مصر اكيد اللي بيطلع بره مصر هيرجع، بس هيرجعوا يعني لازم طبعا في الحكومه تتدخل كلها، سياسات حكومات، احنا سياساتنا حكومتنا في العاده ضعيفه في خططها، هي دايما نخاف نواجه المشاكل، ده بيؤدي الناس تطلع. بس لما بيطلع بره وبيلاقي نفسه كويس وتعلم ووصل حاجه ما يقدرش يعملها في بلده، بيرجع برده بلده بيكون في مكان احسن وبحماية أكتر من هو قاعد في بلده. طيب بس شكرا. الموضوع ده عشان يتحل عايز طبعا وقت كبير وربنا يتدخل فيه طبعا. شكرا يا مايكل على اتصالك ومشاركتك معنا من لبنان. روبرت أهلا وسهلا بك. روبرت، هل تعتقد ربما نفس سؤال أسأله لك حتى أشوف وجهة نظر اللبنانية كذلك، هل بتشوف أن هناك سبل إلى عودة الأسر المسيحية اللي هاجرت في السنوات الماضية إلى عودتها إلى بلادها من جديد؟ الأسر المسيحية بعدها متعلقة بلبنان وعندها أراضي بلبنان. هلأ نحن بدي أحكيكي عن في مسيحية حقيقية ومسيحية فعلية بتشتغل حسب الكتاب المقدس. أنا بنظري أنه المسيح المظبوط ما بيتعلق بأرض، لأنه هالأرض مش للمسيحية، مش لأننا نحن عنا أرضنا بالسماء حق يسوع المسيح. هيدا كله هون ثاني. هو بيقول بالكتاب المقدس بيوحنا 15، إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لأنه وقت نزل يسوع على الأرض. طيب يعني ربما يعني روبرت شكرا على اتصالك. ربما نتمنى ان يكون هو الصعب ان يكون كل الناس عندها نفس الزهد اللي عندك يا روبرت، بس ان شاء الله يكون في ربما تعايش اللي بنحلم به دائما. شكرا جزيلا لرايك، والشكر موصول لسيد اسحاق ابراهيم الباحث في المبادره المصريه للحقوق الشخصيه. شكرا جزيلا لكل المعلومات اللي اعطيتها لنا، شكرا لك. مشاهدينا، اذا الامان ربما هو أساس ما يبحث عنه كل إنسان. قد نترك ديارنا وبلادنا بحثا عن الأمان، ولكن في لحظة ما تصبح العودة مسؤولية أكثر من كونها اختيار. شكرا جزيلا مشاهدينا، أعود إليكم بعد الفاصل، ابقوا معنا. أجيال جديدة وشخصيات متطورة، وكله يرجع إلى الإنترنت والسوشيال ميديا. التركيز والإيجابية، كيف نقنع عقولنا بالوصول إليهما؟ بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. اليوم لقد وجدت لكم صورة مميزة جدا من موقع إنستغرام في اخترت لكم. اخترت لكم اليوم صورة التقطها المصور فينسنت كلين لجبل كيراغ بالنرويج. هذا الجبل الرائع الذي يبلغ طوله 1110 متر جنوب غرب قرية ليسيبون مباشرة. وكما نرى فالصورة هي لوحة ترين المياه وهي تتدفق في قلب الجبل على محيط هائل. العالم يحتوي على وجهات ومناظر طبيعية قد لا نتخيل أنها موجودة من الأساس. أجيال جديدة تكبر في ظل معطيات جديدة علينا. أجيال من المراهقين يكبرون وهم يتعاملون بشكل يومي مع مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أصبحت حياتهم متصلة بهذه المواقع بشكل كبير. وبالطبع لا يمكننا المقارنة بين مراهق أو مراهقة في عصر ما قبل السوشيال ميديا وبينهم في عصرنا الحالي.
اختلفت ملامح الشخصية واختلفت درجة الوعي وربما ازدادت المشكلات، بل وظهرت مشكلات جديدة لم تكن موجودة من قبل. كيف يتعامل الأهل الآن مع أبنائهم وبناتهم المراهقين والمراهقات في عصر السوشيال ميديا؟ وكيف أثرت مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تنتهي على شخصياتهم؟ أيضا ما هي خواص شخصيات الأجيال الجديدة التي تقضي ساعات طويلة على الإنترنت؟ دعونا نشاهد سويا هذه اللقطات ثم نعود لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع. اليوم معي مشاهدينا في الاستوديو كارين بخازي، الاخصائية النفسية ورئيسة قسم الطب النفسي بالمركز الامريكي للطب النفسي والاعصاب. اهلا وسهلا بك كارين. اهلا فيك. اول شيء، اكبر التغيرات ربما اللي بتحدث في شخصيات المراهقين والمراهقات بسبب السوشيال ميديا شو هي؟ هي مش تغيرات بالشخصية اكثر من ما هي صعوبات فيها تخلق عند المراهقين من وراء السوشيال ميديا، إذا ما كان في من وراء الأهل متابعة قريبة. لأنه في كتير مثل ما نحن عم نشوف أنه السوشيال ميديا شغلة حلوة بس بنفس الوقت إلى سلبيات وإلى مخاطر فهي ما بتغير الشخصية بس فيها تأثر سلبيا على المراهقين واكثر على المراهقات من المراهقين. واو، اكثر البنات بيكونوا تاثر. طيب هل السلبيات، خلينا ناخذها منطلق اخر، هل السلبيات في السوشيال ميديا اكثر من الايجابيات اللي ممكن انها تاثر في تطور شخصيه المراهق؟ هلا ما فينا نقول اذا السلبيات اكثر ولا اذا الايجابيات اكثر. هلا ديفينتلي انه الايجابيات هن كتار، لانه المراهقين من خلال هالسوشيال ميديا اول شيء عم بيتعرفوا على ناس جديد، عم بيشوفوا اشياء يمكن محل ما هن ما فيهم يشوفوها، عم بيقدروا يعني عم بيستعملوها ليطوروا، ونفس الشيء كمان حتى ليعملوا اصحاب ويشوفوا شوي شو عم بيصير على الصعيد الاجتماعي. بالنسبة للسلبيات، هالشيء اللي الأهل أكثر لازم يكونوا واعيين عليه، لأنه نحن منتطور مع تطور أولادنا، ما فينا نوقفهم لأنه هيدا الشيء موجود، ثم فينا نقول لا ما تستعملوه، بس لازم نكون واعيين على شو عم بيشوفوا، وأنه نقدر قد ما فينا يكون عنا إدراك حتى نساعد أولادنا أنه اللي بتشوفوه مش عطول مزبوط. لأنه السوشيال ميديا لما الواحد بيحط صورة أو بيحط بوست أو بيحط، مش دايما عم بيعبر عن الحقيقة، في شوية الحقيقة مختلفة، مخلوطة بعدة أشياء، أشياء مش موجودة. يمكن المراهق هو عم بيحط أشياء من لأنه هو منه منيح وعم بيفرجي صورة يمكن منا صورته المضبوطة، وبالتالي هيدي كلها معقولة تأثر من ناحية الشخص اللي عم بيطلع. إذا كتير متاخد بهالأشياء اللي عم بيشوفها، ممكن يعمل مقارنة بينه وبين صورة، وهالصورة مش ضروري تكون مضبوطة، فبيخسر شوي السلف وورث، الثقة بالنفس، أو ثقة في النفس، ولكن أنه يحس بنفسه في الوسط اللي هو بيعيش فيه، يعطي نفسه يعني يكون مراتب يكون أحلى، يكون يعني بيشبه حاله. طيب هل لو ذكرتي من شوية أنه الآباء لازم يتابعوا أبنائهم عن كثب، يعني دايما يضلوا معهم، هل محاولة السيطرة على اللي بيشوفوا أولادنا من خلال السوشيال ميديا، هل هو يعني ممكن يشوفوا في بعض الأحيان الناس أنه اعتراض أو محاولة توقيف، يعني أنه توقف أمام التطور
توقف امام العصر اللي أكيد. بيتحول اكيد اكيد لا ما فينا نوقف نصده لانه بالنهايه مثل ما بنعرف عند المراهقين بتصدوها الاهل بيروحوا محل ثاني وبيعملوا الاشياء اللي بيعملوها او اللي بدهم يعملوها لانه كل ما تصدي بتكون عم يعني كل شيء بيقولوا ممنوع مرغوب بس الاهل لازم يعرفوا انه هذا شيء بارت اوف سوسايتي صار ما بقى في واحد نوقفه بس انه يكونوا اكيد على حذر انه شو عم بيصير هل يعني في كثير مثلا مراهقين نحن بنشوفهم بالعياده مثلا بيعملوا كثير كومباريزن للاشياء اللي عم بيشوفوها وبالتالي هن بيصيروا يحسوا حالهم انه هي هالشخص او هال مين ما عم بيشوفه عنده الحياه البيرفكت عنده السهر اللايت لايف الحلوه عنده وانا ما عندي فبيصير في نوع من من الاحباط لانه في كومباريسن اوتوماتيكلي لما انت عم تعملي تفرقه عم تحط حق يعني المراهق بحط حاله بموقف ضعف مش بموقف قوه لما عم بيقارن حاله بحدا ثاني يعني هل هناك ممكن ان نقول ان هناك امراض نفسيه ممكن انها تنتج بسبب استخدام السوشيال ميديا بكثره هلا في من غير انه يعني الواحد يشوف نفسه اقل من ناس ثانيه ويضعف شوي في 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 في, في الادمان على السوشيال ميديا بحد ذاته مرض في يعني اذا واحد عنده استعداد انه يكون عنده اكتئاب او انه يكون عنده قلق ممكن السوشيال ميديا يزيد هالشيء خاصه الطريقه اللي واحد بيستعمل فيها السوشيال ميديا نحن نعرف بالدراسات انه اللي بيستعمل السوشيال ميديا بالليل هذا الشيء بيزيد الاكتئاب بخفف النوم بيزيد القلق لانه بيصير واحد ناطر اللايك او ناطر المسج او ناطر فكله هيدا بيفوت باطار انه في يسبب مشاكل تما نقول امراض نفسيه مشاكل نفسيه فيها تاثر اضطرابات. على اضطرابات على تطور هالمراهق لانه هو اوريدي بهالفتره بيكون ضايع بيكون سائر بيكون مشغول باله بيكون في اشياء كثيره بعد يعني منه يعني مش حتى الاسس اللي واقف عليها مزبوط. هشه شويه مش صلبه مزبوط. طيب خلينا ناخذ اتصالات هاتفيه ونشوف كذلك الاراء الناس اللي حتشاركنا اليوم بارائها معنا اتصال هاتفي من السودان معنا احمد اهلا وسهلا بك يا احمد انت ونبيله احمد احكي لنا على وجهه نظرك بتشوف انه هناك تاثير او ان تاثير مواقع التواصل الاجتماعي على المراهقين بتشوفه انت سلبي ام ايجابي الموضوع هو سلبي بين الناحيتين سلبي وايجابي بالنسبه للشباب وشباب المراهقين يعني هو سلبي وايجابي كيف امتى سلبي ومتى ايجابي في ناس يعني تستخدمه بطريقه سلبيه وفي ناس تستخدم بطريقه ايجابيه يعني ما كل الناس تستخدمه بطريقه واحده يعني ما شباب مع بعض يستخدموه يعني بطريقه ايجابيه كلهم ولا في البعض يعني البعض منه يستخدم بطريقه هيك وطريقه هيك طيب يعني انت بتشوف انه هناك السلبي وهناك الايجابي ربما لازم نسال كذلك على ما هو السلبي وما هو الايجابي شكرا على اتصالك وعلى مشاركتك ومعنا من تونس سما اهلا بك سما سما يعني كل الناس ممكن تجاوب نفس الجواب انه السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي عندها سلبيات وعندها ايجابيات ولكن كيف ممكن نسيطر على استخدام المراهقين برايك الشخصي مواقع التواصل الاجتماعي شوفي حبيبتي اول شيء السلام عليكم وعليكم السلام وشكرا لك على اتاحه الفرصه اهلا وسهلا شكرا شوفي في سلبيات وفي ايجابيات السلبيات ما نقدر انه يعني واحد من السلبيات انه ما نقدر انه نتحكم في الطفل الصغير ايش يدخل وايش ما يدخل انا افضل انه الولد الصغير اصلا نوعيه انه ما نعطيه الجوال او ما نعطيه الايباد بس في مشكله في هذا الاطار انه اذا وعينا نحن ابننا طيب اذا هو طلع برا وشاف واحد ثاني بنفس عمره ماسك جوال او ماسك ايباد راح يحس انه اهله حرموه من هذا الشيء صح ولا لا فيولد عنده ضعف ثقة في أهله أو حرمان أو يحس بأنه يعني في شيء حارمين منه أهله أيوة هذا الشيء وإذا سألتني الشيء اللي مو كويس في المواقع التواصل الاجتماعي راح أقول لك هي أشوف تولد عنده عدم القدرة على النوم تولد عنده الاكتئاب تولد عنده الإدمان تولد عنده التوتر تولد عنده العزلة عدم الشعور بالأمان الخوف كل يعني
في سلبيات كثيرة كثيرة مرة، يعني ما أقدر حتى أني أوفي أني يعني أتكلم فيها. سما، النقطة اللي ذكرتيها يعني هي متعددة جدا، وربما ممكن تكون كلها موجودة بطريقة أو بأخرى في المراهقين اللي بيكونوا مدمنين على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا على اتصالك. ومعنا اتصال هاتفي آخر من الجزائر، معنا رفيق. رفيق أهلا بك. هل بيزعجك استخدام المراهقين للسوشيال ميديا، أنهم يضلوا على السوشيال ميديا لساعات كبيرة؟ هو مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة لها تأثير سلبي على المراهقين، خاصة أنه مواقع التواصل الاجتماعي في البداية تاعها كان الهدف تاعها هو أنه التواصل بين الأشخاص في جل بقاع العالم، ولكن الشباب العربي المراهق حاليا لا يستعمل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي، بل يستعملها لأغراض أخرى، هو أنه نشر صور غير لائقة. ممكن أنه مواقع التواصل الاجتماعي تكون لها ضرر، خاصة التواصل مع أشخاص وزرع أفكار متطرفة مثل تنظيم الدولة وما صار وما حدث فعلا في بعض البلدان العربية. صحيح أنه لأنه حتى عارفين أنه هناك إحصائيات بتقول أنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كان هناك تبرير وتمرير معلومات وأفكار ربما متطرفة لهؤلاء الأشخاص اللي في الآخر انضموا إلى داعش إلى آخره. يعني هناك نقط متعددة. رفيق شكرا لاتصالك. ومشاهدينا انتهى وقت هذه الفقرة، ولكن ستظل معي ضيفتي كارين بخازي للحديث عن موضوع آخر. ظل معنا بعد هذا الفاصل مشاهدينا، تابعونا. خطوات وطرق للوصول لحالة التركيز الكامل للذهن بعد الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي أنت ونبيل. التركيز هو مهارة رئيسية نحتاجها في حياتنا اليومية، ويوم بعد يوم تزداد الأشياء التي تجعلنا نفقد القدرة على الوصول لحالة التركيز الكاملة أو للصفاء الذهني الكامل الذي نحتاجه من أجل أن ترتفع نسبة تركيزنا. والتركيز لا يعني كما هو شائع أن يبقى العقل عاكفا على قضية واحدة أو حول فكرة واحدة أو في مكان واحد، وإنما يعني تناول مشكلة أو موضوع باستمرار ووضع نصب عيننا عين الشخص حتى يتم التوصل إلى نتائج معينة. كيف نصل إلى هذه الحالة من التركيز الذهني الكامل الإيجابي؟ ما زالت معي ضيفتي كارين بخعازي، الأخصائية النفسية ورئيسة قسم الطب النفسي بالمركز الأمريكي للطب النفسي والأعصاب، لتجيب على كل هذه الأسئلة. أول شيء، هل من الصعب أن نصل إلى نقطة خلينا نقول صفاء الذهني اللي بيجعلنا في حالة تركيز ذهني معين؟ هلا أكيد نحن بدنا نحكي عن عدة مراحل، يعني مراحل أو كمان يمكن نوضح أكثر التركيز يعني اللي نحن عاوزينه لحياتنا اليومية. في أنواع تركيز شوي أكثر يعني اللي هو الادفانسد، يعني في تركيز بسيط محتاجينه وفي تركيز معين بيكون مزبوط. التركيز المعين اللي نحن بنسميه بعلم النفس فلو كونسنتريشن، يعني مثل مثلا بيعزفوا على الآلات الموسيقية اللي كل تركيزهم على هالشغله بيكونوا بحاله من يعني كانه خلص ما بقى بيشوفوا شيء ثاني وبس بيركزوا على بينفصلوا عن العالم بيركزوا على التاسكس اللي عم بيعملوها. وهذا بياخذ كثير تمرين وكثير اكسرسايزز، ولازم يكونوا هن بحبوا هالشيء اللي عم بيعملوه اكيد، ولازم يكونوا بيعرفوا شو عم بيعملوا وكيف لازم يعملوه وكيف لازم يتخطوا التشالنجز. طيب صعب اننا نصل الى نقطه التركيز هذه او نقطه الصفاء الذهن اللي بيخلينا نختار اي نقطه، مثلا حد او حتى ام عاديه في البيت مثلا انها تعمل كذا شيء. هذا موضوع اخر، يعني في تركيز اللي نحن عاوزينه لحياتنا اليوميه والتركيز اللي عاوزينه لاشياء معينه ما بتزبط الا اذا كان تركيزنا واصل لليفل معين كتير عالي. بالنسبة للحياة اليومية المشكلة انه في كتير اشياء، في كتير متطلبات، وطبعا لما في كتير متطلبات سنة نحن عم نجرب قد ما فينا
نعمل كل شيء بفرد فرد بنهار واحد او بساعه معينه او بكونتكست معين اللي هو اسمه مالتي تاسكينج. اذا بدنا نحكي عن المالتي تاسكينج بطريقه علميه اللي بنعرفه انه عملوا دراسات هي اسمها يعني الساينس اسمها الساينس تبع الاشياء اللي متقطعه واللي هي المعنى تبعها انه قد ايه انت فيك ترجعي على التاسك اللي انت عم تعمليها قبل ما انت تقطشيها. يعني مثلا اذا انا هلا عم بحكي معك وحدا عيط لي بتاخذ لي تتكلمي معاه وترجعي تكملي كلامك عادي بدون ما تفقدي الخيط اللي بتاخذ لي هذا في حدا يقطعني ثلاث دقائق بس انا بدي ارجع نص ساعه حتى ارجع انا ركز بالشيء اللي كنت عم بعمله. سو اذا نحن طب هذا عنده علاقه مرتبط بالصفاء الذهني اللي بنتكلم عليه او بهذا التمارين اللي بيعملوها حتى يكون تركيز معين لانه التركيز محتاجينه من صغار لكبار. يعني التركيز بنحتاجه مثلا بيحتاجوه التلاميذ في الامتحانات بيحتاجوا الاستاذ اللي بيدرس التلميذ فهذا احنا حابين يعني نطلع من 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 حوارنا بتقنيه من التقنيات اللي ممكن تساعد الناس على هذا الموضوع. هلا في اشخاص عندهم مشكله بالتركيز وهيدي بتبقى اضطراب بدها علاج وفي ناس عندهم صعوبه بلا ما يكون مشكله هلا اكيد اذا نحن عم ناخذ الشق النفسي للموضوع اللي هو مشكله مع التركيز هيدا بده ملاحقه بده تقييم وعنده علاج معين بيخلي الشخص اول شيء يعرف هالتشتت هيدا جاي من وين. طب هناك اسباب بتؤدي للتشتت؟ في اسباب بتؤدي للتشتت اكيد ما هي الاسباب تتجنبها على الاقل. يعني هلا الاسباب اللي بتؤدي للتشتت هي اسباب اكيد خارجيه وداخليه. الاسباب الداخليه الانترنال يعني الاشياء شوي لها علاقه بالعواطف بالمشاعر النفسية الاكتئاب الهرمونات الواحد كمان الاضطرابات إذا شخص منه منيح مع حاله إذا مريض إلى آخره ممكن هذا الشيء يؤدي إلى 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 تشتت. بيقولوا كارين أن هناك أوقات معينة في خلال اليوم الواحد بيكون عندنا تركيز معين وبيكون عندنا تركيز أكبر من الثاني. في كثير بيقول أنه في الصباح مثلا في الصباح بيكون تركيز الشخص أو الفرد عالي وبالليل العكس. هل هذه معلومة صحيحة؟ هلا هو هذا الشيء إجمالا التركيز أو كل شيء له علاقة بالتركيز كمان معلق بشكل أو بآخر باللي احنا بنسميه سيركاديان ريزم يعني جسمك معود إنه ينام بالمساء ويفيق الصبح. سو مشان هيك بيقولوا إنه عادة الـ يعني أفضل ساعات التركيز هي تقريبا بين الساعة 12 والساعة 4 12 الظهر للساعة 4 هلا يعني هذا بالنسبة للناس اللي بيناموا بالليل. إيه أما اللي متأخرين فممكن تأخر عندهم فترة أكيد بيتغير التركيز. عند المراهقين يعني it's a lifestyle أكثر من ما هو أي أحسن. طيب بس نحن لما بنسأل حدا أنه يجي يعمل تقييم نطلب منه أنه يجي الصبح. حلو طيب حلو أنه إحنا بنعمل ناخذ اتصالات هاتفية ومعنا مهاء من اليمن. أهلا بك مهاء. هل يمكن برأيك مهاء أن تصل حالة التركيز إلى الذهن الكامل؟ هل يعني ممكن أن توصلي أنت شخصيا إلى حالة من التركيز التام؟ لا بصراحة ما أفكرش أنني أكون في التركيز الذهني التام لعدة أسباب وظروف اجتماعية. قد يمكن يكون التعب المرض قد يمكن يكون من المشاكل الأسرية بتكون يعني هي السبب الرئيسي في تشتيت الذهن للإنسان وعدم التركيز في العمل. يعني في عدة أسباب لشرود الذهن. قد يمكن مشاكل اجتماعية، قد يمكن تكون مرض نفسي، قد يمكن مشاكل العمل. بس الأسباب الرئيسية الأكثر تضررا على العمل هي الأسباب الاجتماعية. يعني ربما أنا بشكرك جزيل الشكر على اتصالك وذكرت نقط كثيرة ممكن أنها تؤدي التشتت الذهن خصوصا ربما عند الأشخاص اللي بيعانوا منها بطريقة كبيرة واللي هي مشاكل نفسية كذلك ومشاكل اضطرابات عاطفية مثلا. اتصال هاتفي آخر معنا أحمد من المغرب. أهلا بك يا أحمد في أنت ونبيلة. أحمد حكي لنا برأيك الأشياء اللي ممكن أنها تشتت ذهنك شخصيا مثلا أثناء العمل. من الأسباب التي يعني تعيق التركيز وتتشتت التركيز أثناء الدراسة مثلا المراجعة في غرفة فيها تلفزيون، في أشخاص يتحدثون، موبايل،
التفكير في تفكير في أمور خارج نطاق المذاكرة. يعني انت تشوف انه الناس اللي بيعملوا او بيحضروا ليومهم الدراسي في غرفة مليئة بالاشخاص او فيها اشخاص بيتكلموا وفيها تلفزيون وفيها موبايلات صعب انهم يركزوا. لانه فضاء المراجعة خاص يكون هدوء خالي من اي معيق ومن الهدوء التام. حلو، يعني ممكن أنها تكون هذه مشتتات للذهن اللي هي ليست نفسية ولكن ملموسة. شكرا على اتصالك أحمد. ومعنا من المغرب دائما أسماء. أهلا بك أسماء. أسماء تكلمنا عن ربما الأشياء. مرحبا. أهلا وسهلا بك أسماء. تكلمنا عن الأشياء اللي ممكن تخلي الذهن يتشتت عاطفيا أو نفسيا، وكذلك الأشياء الملموسة مثل التلفزيون ومثل الأصوات المتعددة الناس اللي بيتكلموا. طب عندك تمرينات معينة بتقومي بها حتى تستطيع الوصول إلى حالة تركيز؟ بتعملي شيء؟ يعني رأيي إنه الأشياء اللي تسبب يعني في تشتيت الذهن الفردي، يعني أثناء يعني مذاكرته ويعني في يعني أثناء يعني في الدرس أو في العمل أو في شيء يعني مثل هيك. مثلا يعني الآن يعني عندنا تكنولوجيا خاصة يعني الموبايل، يعني وخاصة الإنسان يصعب يعني إنه يترك الموبايل يعني على جنب. لهيك يعني الإنسان لازم يعني يشتغل على نفسه أكثر هون، يعني يتغلب على نفسه ويختار يعني أوقات اللي يعني يذاكر فيها، خاصة يعني الصبح كما يعني كانت المداخلة الأولى يعني وشاطرها في الرأي. هون يعني في الصبح الإنسان يعني يمكن له يذاكر. والأشياء اللي بتشتت يعني ذهن الفرد هون ممكن الضجيج، الموسيقى، يعني الإنسان يحاول ما أمكن في من خلال يعني مذاكرته كما أشرت يعني قبل أنه يوفر الظروف، يوفر ربما كل وهذا بيصعب في بعض الأحيان. وهنا ربما بيجي دور الأخصائيين اللي بيساعدوا الناس أنهم يضلوا مركزين حتى في ظروف صعبة. شكرا أسماء على اتصالك. شكرا لكارين بخعازي، أخصائية نفسية ورئيسة قسم الطب النفسي بالمركز الأمريكي للطب النفسي والأعصاب. شكرا على وجودك معنا. شكرا لك. مشاهدينا إذا أشكركم كذلك لمتابعتكم لحلقة اليوم من أنت ونبيلة، وأنتظر اقتراحاتكم وآرائكم. فقط ادخلوا على صفحة أنت نبيلة على فيسبوك وسجلوا بياناتكم واتركوا تعليقاتكم، سنتواصل معكم لتشاركوا معنا في الحلقات المقبلة. تابعونا أيضا على تويتر وإنستغرام. دمتم بألف خير.